نقطة مهمة يا جماعة، يعني احنا بنعمل صالون وبنتعب عشان يعني المصريين دلوقتي في قمة سعادتها زائد قمة تعبها، وتعبها في سعادتها في سعادتها في تعبها عشان تعمل مناخ أدبي للشعراء ينطقوا فيه. ما ينفعش إن احنا نرتقي ويبقى فيه ضغوط أو يعني ضغائن من حد تاني أو ضغوط سلبية، لأن ليس ليس هناك شاعرا ذو قلب أسود، وليس هناك شاعر لا يتقبل ولا يدرك ثقافة الاختلاف. ملاحظ إن أحيانا بنلاقي إن بعض الشعراء على اختلاف مع شعراء، فممكن يعملوا له رئاسة نقابة وممكن يعملوا بلوك، ورغم إن إحنا بنستقي الشعر والأدب من بعض. مشكلتنا كأدباء وكشعراء إن لا نحترم ثقافة الاختلاف. أرجو يا جماعة إن يبقى عندنا صدر رحب للبعض، بنحب بعض بنخاف على بعض، وما فيش مانع أبدا إن إحنا نقوم بعض. يعني التقويم ماشي مهم جدا. أقول تاني، سلام من الله في المبتدا على من تحلوا بحسن الخصال، على مبدعي كل حرف جميل ليعزف في الروح لحن الجمال، سلاما لمن يعرفون السلام، وأن لكل مقام مقال، من الشعر جئنا وللشعر جئنا وفيه اجتمعنا، على كل حال سلام من الله دوما عليكم، وسهرة الشعر تفوق الخيال. برحب بحضراتكم جميعا. أنا يعني يمكن مقل شوية في حضور الصالونات والندوات، لكن أنا أدرك تماما قيمة هذا الصالون وقيمة الناس اللي قايمين عليه، اللي فعلا بيحبوا الشعر وبيحبوا الشعراء. وملاحظ قيم كبيرة، منهم من لا زال موجود ومنهم من بدر القاعة. تحية لمن هو موجود ولمن بدر. دخولا في الموضوع أقول إن أنا برضه الوقت عندنا يعني قليل، أنا كنت حابب أقول كلمة بس هنلغيها دلوقتي. زائرة الليل من عشرة أعوام فاتت، في يوم كانت رأسي فيه مشتتة بالأوجاع وبالأفكار، وأنا ما بين صدوري أرسم، تتصارع في حروف الشعر مع الأشعار، ورياح هبت في غضب تقتلع غصون الأشجار، والليل غبار والكل غياب، وصعيق البرق يشاكس أحبال الأرقام، صوتا غير صرير الريح، وثلج يضرب نافذتي ونباحي كلابي ويدق الباب. من ذا قد، هل هذا وقت تتفتح فيه الابواب ويدق الباب؟ امسك مرتعشا مصباحي اتساءل من، وانا لا ارجو ان اسمع صوت الزواج ويدق الباب. الظن الان يصارعني، يملأني الخوف والاستغراب، أتخبط داخل أسئلة تتخبط في بدون جواب، تتحسس جدران الطلقة حتى أدركت المفتاح وفتحت الباب. امرأة جاوزت التسعين، تعاريج الزمن انطبعت فوق ملامحها، تخرج من بين ثناياها رائحة الضعف ورائحة الأيام. آسفة جدا يا ولد، أتقطع من بطش الجوع، هل يمكن أن أتناول كسرة خبز وشربة ماء؟ وأنا ألتقط الأنفاس المخلوقة وألملم هدأة أعصابي وأهدئ عصر الضباب. أحضرت لها أكلا أكلت، أحضرت لها ماء شربت،
هدأت واتسمت وتعدني بالستر وبالسخط وحياة هدوء وهناء. قالت يا ولدي إن الدنيا مهما طالت في أعيننا فنهايتها كبدايتها فانية من أصل فناء. ولتنظر كيف جميع الناس اليوم استتروا بمساكنهم وقت هبوب الريح وزنجرة الأبواب، فبما يستترون إذا ما لامست الشمس رؤوس الناس بدون غطاء، فبما يستترون إذا ما لامست الشمس رؤوس الناس بدون غطاء يوم الهول الأعظم جوعا عطشا دون الماء. وتنظر كيف تدوس تروس العصر رؤوس الناس فتنقلب الأشياء، صارت صفحات النت وكل تفاهات ترندات الحمقى وإشاعات الفنانين ثقافة عصر نتجرعها صبح مساء. صارت صفحات النت وكل تفاهات ترندات الحمقى وإشاعات الفنانين ثقافة عصر نتجرعها صبح مساء. أضحى للكذب رجولا يمشي بل يركض دون استحياء. التافه يعليه الأكثر، التافه يعليه الأكثر ليصير حديث المجتمعات ويصبح ضيفا في الشاشات وتجتمع عليه أبواب. الهيبة صارت يا ولدي لأقل الناس استمرار. أين مبادئنا؟ أين الحب؟ وأين تقاليد المبالاة؟ آه يا ولدي من زمن لا يعرف فرقا بين دماء الأطهار وبين نقوش الحناء. آه من زمن يفتي الجاهل فيه ويدخل فيه بليد الحس إلى محراب الشعراء. عذرا يا ولدي أخذتك وأطلت عليك فسامحني وتحيا دفئا للمحتاج وللغرباء. شكرا لك جدا واسمح لي أن أمضي حيث الله يشاء. ومضت تتوكب بعصاك تتحسس في الليل الأشياء تاركة بين حنايا القلب خطابا دون حروف أو إطلاق.